صباح الخير يا بي، يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مراجعه على باقي الارقام بتاعتنا اللي احنا اخدناها مع بعض الترم الاول. قبل ما ناخد النهارده ارقام، لازم الاول نراجع مع بعض على الارقام اللي الدوده اكلتها معانا. اول رقم الدوده الشقيه اكلته معانا كان رقم كام؟ واحد. كان رقم كام؟ واحد. بعد كده اكلت رقم تاني اسمه رقم اتنين. بعد رقم اتنين اكلت رقم تلاتة، وقلنا التلاتة بتلات سنات. بعد رقم تلاتة اكلت رقم اربعة، وقلنا الاربعة اتنين واتنين. بعد رقم اربعة اكلت رقم خمسة، وقلنا ان الخمسة كحكة بسكر. بعد رقم خمسة راحت اكلت رقم اسمه رقم ستة، وقلنا ان الستة بخصم رقم واحد مش بتبص عليه. بعد رقم ستة اكلت رقم كان اسمه رقم سبعة، وقلنا ان السبعة بتبص لفوق. سبعة بتبص فين؟ لفوق. طب اختها كان اسمها ايه؟ تمانية، وقلنا التمانية بتبص فين؟ لتحت. التمانية بتبص فين؟ لتحت. بعد رقم تمانية اكلت رقم اسمه رقم تسعة، اسم رقم ايه؟ تسعة، وقلنا ان التسعة زي عصاية جده، دايرة صغيرة ونازل منها عصاية طويلة. بعد رقم تسعة اكلت رقم اسمه رقم عشرة، وده كان اخر رقم اخدناه مع بعض الترم الاول. طيب دلوقتي بقى احنا هنعمل مراجعة سريعة قوي على الرقمين بتوعنا اللي هم ايه؟ رقم سبعة ورقم تمانية. انا مش بعرف افرق بين رقم سبعة ورقم تمانية، طب افرق ما بينهم ازاي؟ بصوا معي، احنا اتفقنا ان رقم سبعة بيبص فين؟ لفوق، بينزل يشرب وبيطلع تين. لكن رقم تمانية اخوه بيطلع السلم ويروح ايه؟ نازل تاني. يبقى رقم تمانية هو الرقم اللي بيبص تحت، لكن رقم سبعة بيبص فين؟ فوق. طب تيجوا كده نشوف ونحل مع بعض ونشوف هنعرف ولا لا. يلا بينا، عد واختر الرقم. احنا هنا عندنا مجموعة حاجات هنعدها ونشوف الرقم اللي بيدل عليها صح ولا غلط، ونروح عاملين عليه ايه؟ دايرة. يلا بينا، هنا عندنا مجموعة من السيارات عايزين نشوف عددها كام. يلا بينا نعد مع بعض. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. يبقى أنا هنا عندي كام سيارة؟ سبعة. طب حد يفكرني السبعة دي اللي بتبص فوق ولا بتبص تحت؟ السبعة اللي بتبص لفوق. برافو علينا. طب تيجوا نشوف هنا معانا كام زرافة. يلا، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية. يبقى معانا كام زرافة؟ تمانية. طب حد برضو يفكرني التمانية دي اللي كانت بتبص فوق اللي كانت بتبص تحت؟ التمانية اللي كانت بتبص لتحت. طب نشوف هنا معانا كام تفاحة. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة. يعني كانوا كام تفاحة؟ سبعة. طب السبعة دي اللي هي بتبص لتحت ولا بتبص لفوق؟ السبعة اللي بتبص لفوق. طيب آخر حاجة نشوف معانا كام أسد. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية. يبقى معانا كام أسد؟ تمانية. قلنا التمانية دي اللي هي بتبص فين؟ بتبص لتحت. وبكده نكون فرقنا بين رقم سبعة ورقم تمانية.